ايه اللي مضايقك يا وائل؟ شوية ورد وكوشة بربع مليون جنيه، وانتي مدرسة في مدرسة وانا محاسب في شركة، كل اللي نحتكم عليه في جيوبنا ما يكملش ربع مليون مليم. هو ده الوجع واحنا في غنى عنه. ما حسبتهاش كده يا وائل، قلت نفرح. هو حلم ولا حقيقة؟ أنا بطلت أحلم علشان ما تصدمش بالواقع. مفيش كدبة اتطبست يا غدا. افرضي أصحاب الفرح كانوا جم، أو العروسة الحقيقية كانت جت، كنت هتقول لها إيه؟ وأنا موقفي كان هيبقى إيه؟ وقلبنا كبير. أوعدك لو حصلت معجزة هعمل لك الفرح اللي كنت بتتمنيه، حتى لو كان عندي وعندك 70 سنة. مين عارف؟ محدش عارف الأيام مخبية إيه.